وصلت إليه لديه مولر، كرة في المرمى، جول. هذه واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في الموسم بكل تأكيد، الكل متحمس متشوق لها، فرق عديدة وطموحات كبيرة، وفقط قليل قادر على تحقيق الإنجاز ودخول التاريخ وصناعة الفارق. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي يا جماعة. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية، اختراق الدفاع هنا، مولر، متابعة موجودة، ويا له من حارس مرمى. دفاع رائع جدا، نيمار اتخذ قرارا هو التسديد، أظهر تحكم غير عادي مع الكرة من أول لمسة. في طريقة إلى المرمى، هذه هوية من جيسوس. زملاء في الفريق بالتأكيد لن يكونوا راضين عن مثل هذه التمريرات. إمكانية مرتدة الآن، لمسة بينية. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يلعبها لمنطقة الخروف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. في المكان الصحيح عند خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات، يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. جواو فيليكس، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. نيمار وصلت إليه لديه مولر، كرة في المرمى، جول. في التسلل، توقيت هو مفتاح هذا الهدف. تغير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. كابريال جيسوس، تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. تصدي رائع من الحارس، ركنية هي الأولى في مباراة اليوم، وحتى الآن منافس بدون ركنيات. كرة رأسية، لم يكن من التسجيل، التسديدة كانت رائعة، ضربت العارضة، لقد كان سيء الحظ في اللقطة الماضية. تمركز أهم، بابي تلعب الكرة جميلة، جول من ثنائية في ظرف دقيقتين بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من التسجيل هدفين مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. مولر، تصويبة على المرمى، ردة فعل مع الشباك، كان يحتاج إلى دقة أكبر. انخطفت الكرة، كيزا
الأفضل. صافرات نهاية الشوط الأول. كل ما نشاهد الآن في شوط واحد، يا إلهي على هذا الأداء. ستنطلق صافرات بداية الشوط الثاني. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم، ممتاز في التمرير. جواو كانسيلو حصلوا على رمية جانب. يلعب كرة بينية، يلعب كرة عرضية داخل 18. الآن إمكانية المرتدة، تمريرة استقبال جميل. مولر، أي تألق، أي تصدي، أي مرمى يتكلم، تمكن من إبعاد الخطر. والآن فرصة تسديدة من أول لمسة. كرة أخرى تضيع، أي فرص بشكل أفضل. محرز يحاول تمريرها من بين المدافعين. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. هذه لعبة خطيرة هنا. لوكا مودريتش، كرة في اتجاه المرمى. الله مرمى. الدفاع حتى لو غيرت الكرة من مسارها. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ اليوم الأداء دفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. نيمار، كيزا، نيمار، فابينهو. حلول كثير، ما الذي حدث هنا؟ يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. كرة طولية من الحارس. سرعة في استعادة الكرة. يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. الأرجنتين كان في بعض التسرع هنا، لكن تكرار المحاولة راح يكون أفضل بالتأكيد. واضح النهج الجديد في الهجوم. الأمور تصبح مثيرة الآن. في الوقت المناسب يتدخل. يستعيد الكرة سريعا، يلعبها على اليمين. الأرجنتين ربما كان بإمكانهم استغلال الفرصة الأخيرة بشكل أفضل، لكن واضح أنهم يحاولون بشتى الطرق تسجيل التعادل. ديبالا، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا له من ردة فعل جميلة جدا. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقاته، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يجب استغلال فرصة ومحاولة إدراك التعادل، لأن الدقائق تمر ولا يوجد وقت كافي لصناعة فرصة أخرى. يسيطر على الكرة، يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. تنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. الأمر كبير جدا، عميق في نفسية اللاعبين. تجاوز مباراة معقدة صعبة في هذه الليلة، والفوز فيها أمر رائع لهؤلاء الشبان. بابي رجل مباراة اليوم عن جد.